بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم نبدأ، على بركته نتوكل، منه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون، أحييكم وأرحب بحضراتكم من جديد مع تواصل انطلاقاتنا وتحدياتنا في هذا اليوم من ضمن أشواط جائزة زايد الكبرى. لننطلق وإياكم وبحضراتكم بانطلاقة شوطنا الرابع عشر الخاص بالإذاع القعدان المهجنات، ليتابع وإياكم الأسماء المنطلقة والباحثة عن الفوز وعن الانتصار. أول الأسماء، أول التحديات، انطلاقة غزلان فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، شعار بن بيشان ينطلق ويتحرك بغزلان على صدارة شوط، بينما الدور دور المركز الثاني، أتابع شعارك يا بن زومان قادما على المركز الثاني مع المحيط، محمد بن زومان بن محمد آل مرسان الهاجري، وفي عملية تضمير يتواجد أبو نايف فالح الظفيري، بينما المركز الثالث أتابع القادم وأتابع الاسم الواصل وصولي مطنوخ يوسف بن محمد بن خليفة الغيلاني على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الاسم القادم طرق محمد بن فيصل بن محمد بن شريم المري، يتقدم بطرق على المركز الرابع. واللي بالمركز الخامس العمال حمد بن محمد بن حمد آل فهيدة المري، بينما المركز السادس أتابع القادم والمنطلقة هناك والمندفع والمتواجد أيضا في خضم هذه المعركة، انطلاقة وحضور من شاهين عوض بن عامر بن عوض بن عدان الصيعري على المركز السادس، شعار راعي العمال، وراعي العمال كما ذكرنا يتجاوز من الجانب الآخر، بينما أتابع المركز السابع الانطلاق والحضور ولي هملول، شعار الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، من ينطلق على المركز السابع بحضور وانطلاقة هنالك هملول. اللي بالمركز الثامن أتابع الانطلاق، أتابع الوصول، هو لي مايهاب علي بن خلفان بن رفيسة الاكتبي على المركز الثامن. اللي بالمركز التاسع أتابع وصول زيزوم منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري، يتقدم عن المركز التاسع بانطلاق زيزوم. اللي بالمركز العاشر وصول من الواعي عبدون بن زويد بن برغش الجحافي بن رغش الجحافي، يا برغش الجحافي، يتقدم بالواعي وينطلق على المركز العاشر. ولكن هذا هو والنداء، يا من تتابع ويا من تراقب الأمور، العودة إلى صدارة شوط، العودة إلى مقدمة شوط، الاندفاع الأول والانطلاق الأول والمستوى الأول، انطلاق واندفاع هنالك بانطلاقة مطنوخ يوسف بن محمد بن خليفة الغيلوني على المركز الأول وعلى صدارة شوط، ينطلق بانطلاق مطنوخ ويندفع باندفاعته الكبير. مطنوخ هو مطنوخ بانطلاقه وبمستواه، بينما المركز الثاني أتابع القادم طرق، الطرق على المركز الثاني، محمد بن فيصل بن محمد بن شريم المري، بينما التجاوزات، وصلكم شعار بن حمدش، وصلكم شعار بن حمدش ليعلن انطلاقه وحضوره مع الفارس خميس بن محمد بن مبارك الخيالي، ينطلق بحضور الفارس شعار مميز وقوي، بينما اللي بالمركز الثالث تجاوزات وتداخلات ما بين الشعارات الكبيرة. أتابع شعار المجازف قادم
ومنطلق في هذه اللحظات. أيضا تابع الحاضر هنا شعار الحذر سعيد بن علي بن سعيد البريس المري شعار الجذابة هنا واصل أيضا ومنطلق شعار التوقيت الزمني الأفضل حتى هذه اللحظات. أيضا وصول وتحرك وانطلاق من الواعي عبدون بن زويد بن برغش الجحافي حاضر ومنطلق وشعار بن حبتور يتجاوز الأسماء وينطلق بزيزوم ويندفع بزيزوم منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري وشعار هنالك المجازف قادم قدم المجازف قادم بانطلاقة مثير محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مرحبا بالمجازف وبانطلاقاته وصلت الأسماء وتحركت الشعارات وصلت الأسماء والشعارات وهنالك شعار وضاح أحمد بن سهيل بن مسعود العامري قادم قادم ومنطلق وهناك شعار بن رشيد والألف ومئتين الألف ومئتين يا بن حمدش يا بن حمدش يا بن حمدش على المركز الأول الفارس على مقدمة الشوط. السلام وين يا إخواني خزناوي ولا وين 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 يا بن حمدش الكيلومتر الأخير والخطير والكبير والمثير وبن حمدش ما زال صامدا صمود الجبال السود على مقدمة الشوط الفارس ولكن بن طويرش بن طويرش بن طويرش بدأ يخترق الصفوف مقدما لنا سياف رياض بن ثامر بن سليمان السعدون يا السعدون مرحبا بالسعدون مرحبا 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 بهذا الوصول بهذا الانطلاق بقيادة بن طويرش يا السعدون الفوز الفوز مع مبلش مع سياف 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 على المركز الأول رياض بن ثامر السعدون ينطلقون ينطلقون ولكن بن حمدش بن حمدش بن حمدش مع الفارس خميس بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيالي واللي قادم واللي واصل واصل في هذه اللحظات ومنطلق هنالك مغادر هلال بصوايح بسيف الاكتبي والمجازف قادم المجازف قادم ولكن 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 بن حمدش بن حمدش بن حمدش مع الفارس الفوز خزناوي الانتصار خزناوي بن حمدش يا بن حمدش اللحظات الأخيرة اصمد 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 يا راعي الفارس يا بن حمدش مع المركز الأول مع مقدمة الشوط سلام بن حمدش سلام سلام خزناوي سلام على فوز وانطلاق وانتصار الفارس خميس بن محمد بن مبارك الخيالي على المركز الأول بينما المركز الثاني كان الحضور على المركز الثاني والانطلاق هناك والاندفاع وصول مغادر هلال بصوايح بن سيف الاكتبي بالمركز الثالث وصولنا وانطلاق على المركز الثالث من راهي عبد الله بن عامر بن قنوش العامري والمركز الرابع وصول وانطلاق المركز الرابع الواعي عبد بن زويد بن بارغش الجحافي والمركز الخامس وصول وحضور المركز الخامس هناك انطلاقة الأسد محمد بن راشد بن جلمود الفيدي المري تانينا والناموس لجميع الفائزين 9:11 جزء واحد من الثانية كانت لحظات وصول الفارس خميس بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيالي تستاهل الناموس يا راعي الفارس على هذا الفوز المركز الثاني 9:11 ستة أجزاء من الثانية كان الوصول والحضور والانطلاق هناك من مغادر هلال بن صوايح بن سيف الاكتبي قدم أداء ومستوى كبير المركز الثالث 9:12 جزءا وحيدا من الثانية المركز الثالث هناك ولحظات وصوله توقيت الزمن هنا اندفاعات المركز الثالث هو راهي عبد الله بن عامر بن قنوش العامري تانينا والناموس لجميع الفائزين